غدا النطق في قضيتين، نطق في حكم في قضيتين، قضية الإعدام ما يخص 528 متهما في قضية الألمانيا، والقضية الأخرى اللي فيها المرشد محمد بديع 683 متهما. مش بنتوقع، لكن قدامنا مجموعة من علامات الاستفهام، هل بالفعل هيكون الحكم بإعدام 528 متهما، كان في طبعا براءة ل 16 آخرين في نفس القضية، ولا هو كان بيستأذن المفتي الديار المصرية في ذلك؟ معي على الهاتف الأستاذ صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان. أستاذ صلاح مساء الخير. تأمري يا أستاذ. لك رأي قانوني في هذا، أنا الحقيقة سمعته قبل كده، هل ياريت يعني تفسره لنا، هل ما قاله سيادة المستشار سعيد يوسف صبري هو نطق بالحكم ولا بكرة نطق في الحكم؟ هل كان بيستأذن فضيلة المفتي في هذا؟ اشرح لنا أو فسر لنا بالضبط هذا اللبس في هذه القضية الهامة. واحد يا أستاذة، الذي صدر من سيادة المستشار وقرارا وليس حكما في شق، وحكما في شق آخر. نعم. الحكم كان ببراءة 17 متهم، أما القرار فكان بإحالة الدعوة إلى فضيلة المفتي للنظر في الحكم بإعدام، بالإعدام. كويس، بيتم الإحالة لفضيلة المفتي القضية ومعاها وجهة نظر المحكمة في الحكم بالإعدام على بعض المتهمين أو كلهم أو على أحدهم، ممكن من واحد ل 528. ده واحد. اثنين، رأي فضيلة المفتي استشاري وليس ملزم. فضيلة المفتي بيقول الفقه يرى أو الشرع يرى من وجهة نظره باعتباره المسؤول عن ذلك في مصر أن من قتل يقتل، وظروف القضية بتتكلم عن كذا سين أو صاد، ده ممكن يطبق عليه النص. لكن إحنا عندنا في نوع بعض أنواع الجرائم إذا اقترن جناية بجناية، يعني لو واحد سرق بالإكراه وهو بيسرق بالإكراه وضع النار في البيت ومحدش مات، ولكن ارتكب جنايتين، جناية السرقة بالإكراه وجناية إلقاء النار عمد أو حيازة سلاح بدون ترخيص ولي جنحة، لو جناية وجنحة أو جناية وجناية، ده ظرف مشدد يوجب الإعدام. القضية دي إحنا أمام قرار بإحالة باقي المتهمين القضية كلها لفضيلة المفتي. ما قالش السيد المستشار هيعدم، هو المحكمة ترى بإعدام مين أو بسجن مين. هنا ممكن المحكمة مخول لها أن تحكم بإعدام واحد أو عشرة أو 528، لكن احنا امام وضع تاني. هنا بقى اللي حصل كان انا عندي ما يقرب طبقا للكلام اللي تواتر يوميها واللي تيقنا منه بعد كده، ان المحكمه وصلت لغايه المتهم 52 او 53 وهي بتنظر في المتهمين، ما كانش حاضر قدامها الا اكثر الروايات 33 واحد. مظبوط. فاقل الروايات كانوا بيتكلموا في عدد ما يزيدش عن 10. كويس. طيب هيحكم بالحضوري الاعدام له اجراءات، فانا اقدر اقول لك ان باحتمال يعني لا يقل عن 99% يقينا، يعني وده يعني ايه يعذرني القضاء وانا بتجاوز، لن يحكم بالاعدام على متهم حاضر من اللي كانوا حاضرين الجلسه وهم قليلين جدا. تتوقع انه لن يحكم، خليني اقف عند النقطه دي يا استاذ صلاح، تتوقع انه لن يحكم بالاعدام على اي متهم حاضر من الحاضرين؟ لان الاجراءات لم تستوفى. يعني فضيله سياده المستشار الجليل، المحكمه لم تتمكن من استكمال اجراءاتها في الواقعه دي. في اجراءات خاصه جدا للحكم بالاعدام للمتهم الحاضر، لازم يمكن من ابداء دفاعه ويحضر المحامي بتاعه، يعني في اجراءات. والحقيقه ان قرار المحكمه ده كان بعد يومين فقط من بدء الاستماع او بدء المحاكمه، فكان ده بالظبط اللي اثار بعض علامات الاستفهام ايضا. لكن عشان كده بقول لك انا في يقيني ان المحكمه اجرائيا، وانا هنا بتكلم عن ما قيل نقلا عن زملاء حاضرين في الجلسه، عشان برضو ما بقاش بتجاوز وبتكلم على قضيه منظوره امام القضاء، وانت عارفه يا استاذه لميس مش عايزين على طول هنتشك بلاغ. ايوه مظبوط. على طول بلاغ اهانه القضاء على طول. حاجه مهمه. ايوه. ان المتهم الغائب الذي لم يمتثل القانون وهرب ولم يمثل امام المحكمه لابداء دفاعا او دفوع او طلبات، هذا المتهم طبقا للقواعد العامه اللي موجوده في المحاكم بيحكم عليه طبقا لمواد الوارده بقرار الاحاله باقصى عقوبه. ليه؟ عشان في قاعده قانونيه راسخه
بتقول ألا يدار الطاعن بطعنه. يعني إيه؟ يعني المتهم غاب عن المحكمة، ما أداش لدفاع ولا دفوع، المحكمة بتديله العقوبة الأقصى عقوبة، بمجرد القبض على المتهم أو تسليمه لنفسه الحكم بيسقط، والمتهم بيقوم بما يعرف بالتقدم بطلب لإعادة الإجراءات فيسقط حكم أول درجة. فهمتيني الحته دي مهمه؟ اه فهمت. اذا يسقط الحكم تماما. طيب توقعاتك اذا حضرتك بتتوقع الا يحكم. انا عايز اقول لك بس دي مهمه قوي. ليه بس ليه المحكمه بتحكم باقصى عقوبه؟ عشان لانه لما هيرجع تاني قدام الاجراءات هتسقط التهمه ويبتدي من اول وجديد. المحكمه ما تقدرش تزود على الحكم خردله، تقدر تنقص او تقيد. طيب. لكن ما تزودش حاجه خالص. بس اعمالا للقاعده القانونيه الا يدار الطعن بطعن. يعني بعد كل أمان. هذا الجدل يا استاذ صلاح، بعد كل هذا الجدل والبيانات اللي طلعت دوليا وغربيا وشرقا وكل، يعني بعد كل هذا الجدل انت متوقع انه بكره سياده المستشار الجليل اللي احنا بنحترمه واكيد له مصوغاته في قراراته انه لن يحكم بالاعدام على ولا واحد حضوري؟ انا اتوقع ده، وان كان اللي انا بقوله ده قانونا ما يصحش ان انا اقوله، لكن لان هذه القضيه بالذات تم استغلالها دوليا واعلاميا، استغلال من السوق بمكان يخلينا نتجاوز، وعلى القانون وعلى القضاء كله ان يغفر لنا هذا التجاوز، ولكن ده حفاظا على قضائنا. طيب. واستقرار العداله. هو سؤالي بقى، انا عارفه ان القاضي لا يفسر حكمه، ولكن هل كان بيفسر؟ طبعا. لا لا لا، لميس بيفسر طبعا. ايوه بالظبط، لان هو كان لازم. ايوه بس وقت القرار في 24 مارس، يعني هو لسه لا قدم حيثيات ولا حاجه، لكن في 24 مارس عندما حدثت كل هذه الضجه يمكن اسأنا الفهم، يمكن ما فهمناش، الم يكن يعني ضروريا ان يقدم تفسير في هذا الوقت ويتقال لنا والله يا جماعه الوضع 1 2 3 4 بدل من كل اللي احنا خدناه دوليا؟ ده احنا يعني كنا صفحه اولى في كل الصحف العالميه، في كل المنتديات حقوق الانسان. الم يكن اتفضل. ده التربص يا فندم، لان اللي انا بقوله لحضرتك ده مش لان انا محامي قديم ولا ان انا فقيه ولا ده تربص ايه؟ دول 500 اعدام. تربص ازاي يا استاذ صلاح؟ يا فندم دول 500 اعدام، تربص ازاي؟ اي لا انا بقول لك اه طبعا تربص، لان انا اي محامي خارج اتايد امبارح من نقابه المحامين يعرف ان الحكم الغيابي يسقط بمجرد. لا انا ما بتكلمش على، انا بتكلم انه لما القاضي قال انه قراره ب 528 اعدام، هنا ساعتها الدنيا اتقلبت. القاضي ما قالش كده يا لمين، ما قالش كده. قال ايه؟ القاضي قال باللفظ حكمت المحكمه حضوريه، حكمت المحكمه ببراءه متهمين 1 2 3 4 17 اسم بالبراءه واحاله اوراق الدعوه الى السيده فضيله المفتي للنظر بالحكم بالاعدام، ما قالش على مين. طيب. القاضي لم يذكر ده تماما وما حصلش. طيب. القاضي قال نصا كده زي ما بقول لحضرتك، حكمت المحكمه حضور على المتهمين كذا، وقررت احاله ملف الدعوه الى فضيله المفتي، وحددت جلسه 28/4 للنطق بالحكم. خلاص يعني احنا فهمنا غلط والدنيا كلها فهمت غلط ومحدش طلع يفسر بشكل واضح الحقيقه هذا القرار. طيب اذا غدا هذا الحكم المهم، توقعاتك ان هيبقى فيه تباين بقى في الاحكام؟ يقينا الغائبين سيحكم عليهم باقصى عقوبه طبقا للمواد الوارده في قرار الاحاله المقدم من النيابه العامه. حتى طيب. يستطيعوا بعد كده والحضور نشوف بكره هيحصل ايه. نعم فندم. طيب والحضور هنشوف بكره هيحصل ايه. طيب حضوري بقى انا بقول لحضرتك الحاضرين وهم لا يزيدوا باي حال من الاحوال عن 10 افراد بالكثير قوي. انا بقول لك يقينا طبقا لواحد 25 سنه قانون، بقول لحضرتك يقينا لن يحكم على احد منهم بالاعدام. وبعتذر للهيئه القضائيه. نعم. عن تجاوزي وتصريحي بهذا التصريح. بنعتذر احنا كمان، لانه يعني الحقيقه بس ان الحكم هذه قضيه كبيره ومهمه واثارت جدلا واسعا في العالم كله، فانا عارفه ان فيها بعض التجاوز على الـ يعني الامور العرف القضائي، لكن يا جماعه سامحونا، ما انتوا كمان لازم تطلعوا تفسروا لنا وتقولوا لنا بتقصدوا ايه، بدل ما احنا قاعدين بنضرب اخماس في اسداس. بشكرك استاذ صلاح سليمان، مدير مؤسسه النقيب للتدريب وحقوق الانسان.